إذا قيل لك هل دعاء غير الله شرك؟ فالجواب نعم. قل إنما أدعو ربي، ما الذي بعدها؟ ولا أشرك به أحدا. فإذا قيل لك من يأتي إلى القبور ولم يدعهم وإنما توسط بهم عند الله جعلهم شفعاء، قال لهم توسطوا لي عند الله، فقل هذا شرك بالله، وهذا هو شرك أهل الجاهلية، إذ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا قال تصور لو كان هذا الميت نبياً أو ولياً صالحاً، أفيكون شركاً بالله أن أجعله وسيطاً لي عند الله؟ فقل نعم، هو شرك بالله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأن الشفاعة والوساطة دعاء، بدليل ما جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل دعاءهم، فدل على أن الشفاعة دعاء.